ده ايه عامل عمليه ليزك ده ولا ايه ماله؟ انت فين يا بيه؟ اني هيني يا بنت اتكلمي تعالي لي يا بطي واني مالي ها قلبي فيه شطي واني مالي ها تعالي لي يا بطي واني مالي ها قفشتك في ايه؟ مالك يا بنت عصعصت كده؟ قال لها وفين التضاريس يا بنت؟ ما هو ده اللي اسمه الدايت يا سيراني دايت يا لهوي يا ليه يا لا يا بنت دي يا بنت انت تعالي لي يا بطي واني مالي قال لي حتة سد احنا اسفين مالك يا بنت تخنت كده مالي سبت الدايت يا سيراني دايت طب هاتي موسى يا بيه يا لهوي ايه ده يا لهوي السودا ده يا امه ايه ده هتكوع من اوله ولا لو ما مسكتني ما في بطوط الليلادي لا والنبي الا البطوطه بطوطه ايه يا حاج راضي انت مهزق نفسك ورابط لي الشاش مدفوق يا راجل انت في الريسبشن الله وفي حد معانا في الأوضة يا بيه؟ إيه ده؟ بعد كل ده بيقول في حد معانا في الأوضة؟ وفاكر نفسه في الأوضة كمان؟ أنا هفك البتاعة دي يمكن أشوف مين دي فك إيه دي؟ أنت مين ياد يا منصف؟ أنت مين ياد يا منصف؟ ده أغبى من الغباء شردت عليه خلاص إيه يا حاج راضي المسخرة اللي أنت عاملها هنا دي؟ أنت شفتني؟ أنا شفتك إيه أنت اللي رابط عينيك مش أنا الله ده انا اتفضحت كده اتفضحت ايه وبتجيب بنات هنا في اللوكاندا ايه بنات ايه وبتاع ايه يا جدع انت عريس وعروسه وبيلعبوا في الهانيمون هانيموني ايه والله انا هعصر على نفسي ناموني عشان اعدي الكلام ده يا حاج راضي اكبر ما يصحش كده عيب يا بكده ايه اللي عيب وانت فرحانه بيه ده كان بيسرق قصب في بلدهم ده ده مستخبي عندنا هنا في اللوكاندا بقاله 10 سنين يا اخي كده مش جابني الباندر وقعدني في اللوكاند واكلني الايس كريمي يا اخي اسكت اسكت ازيك يا ست اميري اهلا يا راضي عامله ايه كده تمام كل سنه وانت طيبه وانت طيب ربنا يجعلها اخر الاحزان انت راجل كبير عيب لم نفسك والله العظيم انا باخد مخاطري ده بقى انت جاي تعزي في ايه السنه الكبيسه دي ايه ده اميره ايه انت بتكلم واحده علي في صباحيتني ولا ما انت واخد البطوطه لا والنبي الا البطوطه هو ايه حكايه البطوطه دي ما تزعلها وانا اجيب لك فلاش عليها بطوطه وميكي ماوس وباباي وكل حاجه قال ثلاث كلمات و90 ايه اصل انا بحب الدوح الدوح ايه يا حاج راضي يا بقول لك ايه خدي الراجل ده واطلعوا اوضتكم عشان عمامي لو جم شافوا المسخره في الريسبشن هيزعقوا لا مع عمك رمضان اللي شاهد على عقد القرار لا مع عم رمضان اكيد واخد قرشين ما انا عارفه لا ده جاب لينا ملبس ملبس ايه اتكل على الله يا حاج راضي يلا اتكل على الله خلي بالك ده مأجر اوضه ما بيدفعش ثمنها لا يعمل عليك عمده يعني يلا يا بيه لا 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 مالكش تلمسني لما ابقى ست وليا دار خصوصي ابقى ساعتها مراتك انما طول ماني مقطوعه كده لا يستحيل تاخد البطوطه عجبك كده؟ الليلة يا عمدي الليلة هو ده مش ده فيلم الزوجة التانية؟ هي حبكت يلا يا حاج يلا يا بطيتي وانت بالله المجيد بنا سعيد انسيني اقذر قصة حب